مساء الخير. طقس ربيع مستقر نسبيا عم بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، ومن المتوقع انه يتاثر لبنان اعتبارا من يوم الجمعه بكتل هوائيه حاره نسبيا، حيث تتخطى درجات الحراره معدلتها لشهر نيسان. اذا جو صافي بالاجمال لبكره، وكيف رح تتسجل درجات الحراره بمختلف المناطق اللبنانيه بنشوف سوا. نبدأ من شمال، وعكار عم بتسجل 18 درجة، طرابلس 21، العاصمة بيروت وسوران بسجلوا 22 درجة. ننتقل إلى بعلبك اللي عم تسجل 20، اللقلوق 12، زحلة 21، وجزين 18 درجة. نسبة الرطوبة ساحلة عم توصل لل 65%، الريح السطحية الجنوبية الشرقية ناشطة ببعض الأحيان وبتتراوح سرعتها بين 30 وبتوصل لل 50 كيلومتر بالساعة، أما حال البحر فمتوسط ارتفاع الموج. إذا شو الأجواء بانتظارنا للأيام القادمة؟ للخميس جونا الصافي مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وظهور طبقات من الغبار خاصة بالمناطق الداخلية والجنوبية. بيتحول جونا خلال الليل إلى غائم بسحب مرتفعة، والحرارة بتسجل ساحلا 22 درجة. للجمعة، السبت والأحد جونا بيتابع مستقر غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة ل 28 درجة لنهار الجمعة، 29 درجة لنهار السبت، وبتنخفض ل 26 درجة لنهار الأحد. وصلنا إلى ختام صفحة الأحوال الجوية لليلة، لقوني بكرة بذات الوقت وبنشرة جديدة. تصبحوا على خير.